ولنا اليوم وقفة في هذا المكان المتكرر والمتزامن مع تقليصات عديدة تطال اللاجئين وتمس بالعاملين في وكالة الغوث الدولية. نبدأ هذا اليوم وهذا اللقاء وكلمة الدكتور سهيل الهندي رئيس اللجنة المشتركة لاتحادات الضفة الغربية وقطاع غزة، فليتفضل. بيان رقم 3 صادر عن اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة. الزملاء الزميلات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلسلة حوارات خلال الأسبوع الماضي مع إدارة الوكالة، جمعت اتحادات الموظفين ومديري عمليات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، انطلقنا نحن في اتحادات الموظفين في هذه الحوارات بقلوب وعقول مفتوحة، على أمل أن نصل مع إدارة الوكالة إلى حلول تجنب المؤسسة واللاجئين أي مضاعفات سلبية، وقد أبدينا إيجابية منقطعة النظير. ولكن للأسف الشديد قابلتنا إدارة الوكالة بمزيد من التعنت والاستعلاء والنكران. تابعت والقوى الوطنية والإسلامية جميعا باهتمام ما تحدث به الأستاذ سهيل الهندي حول ما تم من تواصل مع إدارة الوكالة طيلة الفترة الماضية، واستبشرنا خيرا أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، أن هذه السياسة أصبحت ممنهجة من وكالة الغوث. هذه ليست جديدة، سياسة قديمة جديدة، محاولة الضغط على كل من هو لاجئ فلسطيني باتجاه كي الوعي الفلسطيني تجاه هذه القضية الحساسة وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين، محاولات التضييق بالتقليصات، بتقليص الخدمات إلى آخره، لإجبار الناس للقبول سياسيا بأي شيء ممكن أن يقدم على هذا الصعيد. لذلك نقول أن هذه السياسة لن تمر ولن تمر. الوكالة أنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين لتقديم كل الخدمات لهم إلى حين العودة إلى ديارهم. يا أخي قرروا سياسيا أن تعود الناس إلى ديارهم، ولسنا بحاجة لا لمساعداتكم ولا لطحينكم ولا لأموالكم. إن من يعتقد أن تلك السياسات تساعدهم على فرض سياسة الأمر الواقع لرؤية الإدارة في حل قضايا الخلاف المتنازع حولها مع مطالب وقضايا اللاجئين في تحسين أوضاعهم وظروفهم الحياتية لهو واهم، وسيقابلها مزيدا من التصعيد وفعاليات المواجهة مع إدارة الوكالة في إطار الاستمرار في المطالبة للحقوق، ولا تنازل ولا تفريط في الحقوق الخاصة للأفراد وللجماعات بشكل عام. اليوم احنا بنحكي انه على الوكالة ان تستمر، ان يعني تستجيب لمطالب اخوتنا في اتحاد الموظفين، عليها ان نستمر احنا في الحوار الجاد والمسؤول من طرف الوكالة. سياسة التسويف والمماطلة اللي بتنتهجها الوكالة من خلال بعض موظفيها لا تنفع ولا تجدي، وبالعكس هيكون في مزيد من التصعيد ومزيد من الفعاليات، لأنه هذه حقوق عاملين في جوهرها كمان حقوق لاجئين. لأنه حقيقة لما احنا بنطالب بالغاء وتجميد الوظائف والتوظيف حسب الحاجة، اليوم في عنا 450 مدرس الأصل انه متثبتوا كمدرسين، في عنا حوالي 330 مدرس يعني بيشتغلوا على المشاريع نظام العقود، سواء اخصائيين نفسيين او مهندسين او شيء، اليوم بنطالب بتثبيتهم. في عندك حوالي ما لا يقل عن 1000 وظيفة شاغلة، هذه الوظائف الشاغلة اذا بتم لماذا تكون شاغلة؟ ما في هناك الاف الخريجين في قطاع غزة بحاجة للعمل. انا تقديري على وكالة الغوث الدولية اللي انشأت بقرار دولي لغاثة اللاجئين الفلسطينيين، لهذه اللحظة في هنالك افق في حل سياسي لموضوع اللاجئين، واللاجئين لن يعني على الوكالة أنها تقوم بدورها اتجاه اللاجئين في التشغيل وفي التوظيف وفي الغاثة. حجم الخدمات الوكالة بتقدم خدمات صحيح، ولكن حجم الخدمات بتناسبش مع الزيادة الطبيعية وبتناسبش مع الوضع اللي بنعيشه.
حقيقة في غزة بنعيش أوضاع صعبة جدا وقاسية. أنا تقدير على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته اتجاه توفير الدعم ودعم الوكالة للقيام بمهمتها، وعلى إدارة الوكالة أنها تسعى بشكل حثيث لتجيب جلب ودعم لبرامجها، مش تقليص للبرامج ومش إلغاء للبرامج ومش فصل للدوائر تمهيد لفصلها أو لإلغائها.